أهلا وسهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من سلسلة مفردات على الطريق. الفرق بين بعد وبعيدة. بعد بضم العين هو البعد المسافي، بينما بعد بكسر العين هو الهلاك. قال تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. بعدت بمعنى بعدت المسافة. وقال تعالى: ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. بعد الثمود بمعنى هلكت.